ابتدوا انت في البدايات كده بتعمل ورقة عمل لتطوير اللاعبين وتطوير المدربين. عايز اتكلم عن تطوير المدربين، ان خاصة ان المدرب عنصر مهم جدا في اللعبة. انت محاضر في الاتحاد الاوروبي، معاك الرخصة ايه من الاتحاد الاوروبي، فعندك خبرات كبيرة. عايز اتكلم في النقطة دي بشكل اكبر شوية. طبعا هشتغل من ناحيتين، هشتغل محاضرات وهشتغل في الملعب. Práce je složená z teorie, z přípravy. طبعا العمل بيعتمد على طبعا نظريات. Sjednocení vize. ودمج كل الرؤى المدربين برؤيتي. To znamená, kolikrát se stane, že trenéři společně koukají na zápas. وطبعا ده يعتمد كم مرة المدربين بيتفرجوا على المباريات. Ale každý vidí něco jiného. بس كل مدرب وهو بيتفرج على المباراة ليه رؤيته. My potřebujeme vytvořit společné vnímání fotbalu. فاحنا محتاجين نكون رؤية مشتركة بيننا كلنا وفهم مشترك لقطاع الناشئين والكورة في النادي الأهلي. A tím vznikne společná práce v jednotlivých kategoriích. طبعا على اساس ده هيكون الشغل بطريقه جميله على في الاعمار المختلفه من النادي الاهلي. Aby navazovali a vlastně neučili se po každé všechno od znovu. To znamená, aby v každé kategorii trenér přidal něco navíc směrem do A týmu. يعني عشان ما نعيدش الحاجات اللي المدربين اللي قبلي عملوها، فاحنا لازم نربط الحاجات احنا وين نعملها بالحاجات اللي فاتت، وعشان نوصل لاحسن مستوى نجهز فيه اللعيبه للفريق الاول. Velmi důležitá je praxe na hřišti. واهم حاجه طبعا من الحاجات المهمه طبعا الخبره او العمل في الملعب نفسه. Jedna část je práce s hráčem. في شق خاص بالعمل مع اللعيبه. A druhá věc je i spoustu věcí je potřeba v rámci školení si vyzkoušet sami na sobě. والشق الثاني بيعتمد على الـ على الـ على التدريب وعلى الـ والشغل على النفس اكثر، الشغل على العمل النفسي اكثر. عايز برضو يعني النادي الاهلي السنوات السابقه كان بيتبع سياسه الاعارات، اعاره بعض اللاعبين المميزين للانديه للمشاركه في الدوري الممتاز، ويرتبطوا برضو بالنادي الاهلي بعقود. ممكن مستر بروكش يغير السياسه دي، يحتفظ باللاعبين داخل قطاع الناشئين ويطور مستواهم تحت اشرافه وتحت رؤيته؟ Já si myslím, že nejsem kompetentní, abych nastavoval politiku klubu. طبعا انا مش الشخص المعني ان انا اغير سياسات طبعا النادي. Ale moje práce je zvýšit efektivitu. ولكن العمل بتاعي بينصب في ان انا ارفع من الكواليتي بتاع قطاع الناشئين. Aby hráči byli připraveni. عشان اللعيبه تكون جاهزه. A klub ať rozhodne, jestli pro A tým. وبعد كده يرجع للنادي ان هم اللعيبه الجاهزه دي يعيرها او يرسلها الى انديه اخرى او يرفعها الى الفريق الاول في النادي الاهلي. Je velmi důležité konfrontovat výkony našich mladých hráčů s týmy třeba i z Evropy. طبعا حاجة مهمة طبعا ان احنا ندمج او نعمل خبرات جديدة للعيبة بتاعتنا في قطاع الناشئين مع الخبرات الأوروبية ومع قطاعات الناشئين في أوروبا. Když tohle zajistíme, nebude nutné dávat je na hostování do zahraničí. ولو ده حصل ان خبرات الأوروبية للعيبة هنا، فده مش هيبقى في داعي بعد كده للإعارات بتاعت اللعيبة الأهلي للأندية المختلفة الأوروبية.